وقدامنا دلوقتي في متحف النوبة في القرية الفرعونية موجود نموذج للبيت النوبي، وهو أكتر حاجة بتميز النوبة. طبعا كتير من البيوت النوبية الجميلة اللي بتتميز بألوانها الزاهية اتحولت لفنادق لاستضافة السياح خلال فترة الشتاء. زي ما احنا عارفين طبعا ان النوبة بيبقى درجة الحرارة فيها عالية شوية، علشان كده بيحرص النوبيين ان هم يلونوا البيوت بتاعتهم بألوان زاهية تعكس حرارة الشمس.